السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الصراحه اخوتي والله حتى بزاف هاد المدرب واحد هاليلوزيش وما كيعرفش يهضر بتاتا. غادي تسمعوا شنو قال على اللاعب الصاعد عبد الصمد الزلزولي لاعب نادي برشلونه الاسباني اول مع الداهيه ديال المدرب المنتخب المغربي. بحيث الصحافه المغربيه في الندوه الصحفيه سولوه على اللاعب عبد الصمد الزلزولي والاجابه ديالو كانت كالاتي: الزلزولي بكل صراحه لم اكن اعرفه عندما كنا نحدد القائمه. وقال ايضا: طريقة عملي بخصوص الاختيارات لا تتغير، إذ انني لا اضغط على اي لاعب. المنتخب الوطني المغربي فوق الجميع والانضمام اليه يكون عن طيب خاطر حتى لو كان ميسي. واللي سمع هذا الكلام يسحب لي ان الزازولي متكبر على المنتخب الوطني المغربي، او انه دار تصريحات وطلب الوقت باش يفكر واش يلتحق دابا مع المنتخب المغربي، او يساين شويه بين مدار بلاصتو مع البارسا. في حين ان الواقع عكس ذلك تماما. عبد الصمد الزازولي ولد بني ملال، فخور جدا انه مغربي وكيلعب مع المنتخب الشبان. راه اي واحد يدخل انستغرام ديالو غادي يبان ليه كاتب انه لاعب لفريق برشلونه وللمنتخب الوطني المغربي. يعني المدرب واحد هاليلوزيتش كان فقط يكتفي بديك الكلمه اللي قالها في الاول: بكل صراحه لم اكن اعرف عندما كنا نحدد القائمه. ولا بغى يزيد في الكلام ديالو لانه عزيز عليه الهضره بزاف كما عارفين، يقول انه لاعب شاب وموهوب وغادي نركز معاه في المستقبل، واكيد غادي يكون اضافه للمنتخب الوطني المغربي، ولكن للاسف غير كيخلق لنا مشاكل مع المحترفين المغاربه. ما قدوش امين حارث ونصر مزراوي وحكيم زياش، باغي يكمل ايضا مع عبد الصمد الزلزولي. كيبان لي شخصيا انه عنده شي عقده مع النجوم. اما الرد العفوي للشاب المغربي عبد الصمد الزلزولي بعد تسجيله اول اهدافه مع برشلونه، كانت هذه اهم العناوين. والان الى التفاصيل. يبدو ان الشاب المغربي عبد الصمد الزلزولي لاعب برشلونه لم يتعود بعد على اجواء اللقاءات الاعلاميه في اسبانيا، مقارنة بسرعة بروزه كنجم واعد وموهبة استثنائية في المراوغات وتجاوز الخصوم بسهولة داخل رقعة الملعب. مناسبة هذا التقديم هو الظهور الإعلامي العفوي يوم الأحد بعد مباراة أوساسونا التي سجل خلالها أول أهدافه بقميص برشلونة. عبد الصمد صاحب 19 سنة اعترف بعفوية كبيرة لصحفي قناة برشلونة تي في أنه لم يفهم سؤاله المرتبط بالإضافة التي قدمها له المدرب تشافي، بعد أن كان المدرب المؤقت سيرجي هو من منحه التقث لأول مرة ليلعب مع الفريق الأول. ابن بني ملال قال للصحفي بلغة الإسبانية ما معناه، ليتدخل الصحفي محاولا تبسيط كلامه قدر الإمكان قائلا: هل يطلب منك المدرب أن تواجه الخصوم؟ فأجابه الشاب المغربي بعفوية: بالفعل، المدرب يطلب مني عندما أتوصل بالكرة أن أواجه الخصم، وهو ما أفعله. وانتشر مقطع الفيديو بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي بإسبانيا وشكل مادة للسخرية من طرف البعض، في حين شدد آخرون على ضرورة تعلم اللاعب للغة الإسبانية. بالمقابل هناك من اعتبر أن ما يهمه هو عفوية اللاعب ومردوده داخل الملعب وليس أمرا آخرا. Yo tú la tienes ahí en cara. No, claro, yo